تفضل. كيف حالك شيخ وليد؟ والله بخير حال، في نعمة وفضل من الله. يا أخ أنا كنت شيعيا سابقا، ولكن نعم. أصبحت ولاة وجود بالضبط، لكن لا وجود الديانات. أنت كنت شيعيا عندي ولفلفت لفلفت وأصبحت لا ديني. وأصبحت لا ديني. نعم لا ديني، ظليت أبحث عن معتقد الشيعة وشفت معتقد منتهي، وكذلك المنهج السني هم بحثت على أفكارهم بأخطاء كثيرة، لذلك تركت الديانات كلها ولا أؤمن بها. عندي سؤال بسيط يعني. تفضل. كيفية نثبت أن القرآن كلها أنها سماوية؟ وماذا الكتب كلها محرفة إلى القرآن؟ إشلون أثبت إيه؟ كيف تثبت أن كل هذه الإنجيل والزبور والقرآن أنها كتب سماوية وهي مرسلة من الله؟ عشان اللي حفظ عندنا 12 إمام. ما سمعك؟ اللي حفظ عندنا 12 إمام معصوم. منهم أنا ما ندخل إمام معصوم ولا 12 ولا أسمه. ما أنا بقول لك اللي حفظ عندنا 12 إمام معصوم. من هم؟ علي والحسن والحسين وعلي بن الحسن إلى آخره، حتى الإمام المهدي المختفي حاليا. بس أنا ما لي دخل لا مهدي ولا كذا، ما أنت مش عايز تدخل، لكن أنا عايز أدخل يا أخي. وأنت يعني أنت ما تدخلش، أنا أدخل، أنا أدخل يا أخي، إيه المشكلة يعني؟ كيف تثبت لي كتب دينية؟ ما أنا بقول لك، أنا بقول لك يعني، أنا بقول لك ما أنا ما بحبش اللف والدوران. ما هي دلوقتي الموضة الشيعية إن أنا أصبحت ملحن عشان حتى لا ألزمه بالكتب بتاعته، إيه رأيك؟ يعني انت تحلف بالله ان انت تقسم بالله ان انت اصبحت ملحد، اصبحت لا ديني بسبب نرجس والنخاس ولا اخره من الامور يا حبيبي؟ ولا طموزن جيب؟ لا ماليش دعوه بنرجس والنخاس. اصبحت لا ديني يعني انت الان تكفر بالائمه الاثنى عشر؟ اكفر نعم. تكفر بايه؟ بكفر من عقيده شركيه تقريبا. لا انا ما سالتك عن عقيده شركيه، أنا ما سألتك عن عقيدة، أنت الآن تكفر بالإثنى عشر؟ أكفر نعم. تكفر بإيه؟ قول أنا أكفر بالأئمة الإثنى عشر. أكفر بالأئمة الإثنى عشر، أكفر بهم منين؟ أنت يعني تكفر بالأئمة الإثنى عشر، علي والحسن والحسين وفاطمة. مالي تخفر، أنا ممكن أكفر. لا لا معلش معلش، خدني على قد عالي، خدني على قد عالي، يعني أنت الآن تكفر بفاطمة؟ اكفر بس هي مو اكفر بها بمعنى الكفر الصريح، اكفر بالمعتقد الشيعي يعني. يا باشا الان انت لا، انت تقول لا دين يعني معناه تكفر نعم. بالانبياء وتكفر بالمرسلين ولا تكفر نعم. بفاطمه اكفر بهم كلهم، حتى فاطمه والحسن وعلي والصادق والباقر والكاظم. طيب خلاص انا عاملك بقى على انك لا ديني الان، انا عاملك على انك لا ديني الان خلاص. اقسم بالله. طيب خلاص ما فيش مشكله، ما فيش مشكله. الان الله عز وجل، الله عز وجل عندنا هو من قال لنا انني ساحفظ هذا الكتاب. وليه موجبات حفظ الكتاب؟ ليه؟ اسمعني بس، اسمعني للاخر. موجبات حفظ الكتاب ليه؟ لانه اخر الاديان التي ستتواجد على الارض، اخر الاديان التي ستتواجد على الارض. تمام. انت دلوقتي هكلمك بس معلش واحده واحده، خد مني. مستعجل؟ لا مش مستعجل. مش مستعجل، طالما بتدور على دين لا انت مستعجل وانا مستعجل، صح كده؟ صح كده. طيب انت عندك عقل وانا عندي عقل، ايه اللي يميز عقلك على عقلي؟ لا شيء. لا شيء. طيب انا الان اؤمن بان هذا القرآن محفوظ عند الله عز وجل، أنا الآن أؤمن بأن هذا الكتاب محفوظ عند الله عز وجل. هتقول لي عشان أنت مسلم، هقول لك لا، عشان عندي عقل. ليه؟ عشان عندي عقل. ممكن تسمع ليه؟ عشان أنا عندي عقل. تمام؟ لأن الله عز وجل إذا كنا نعتقد بوجود الله عز وجل، فالله عز وجل وضع لكل شيء قانون. تخلفني في الموضوع ده؟ لا ما خلفك. أن الله عز وجل وضع لكل شيء قانون، تمام؟ وفضل الإنسان على جميع البشرية، وفضل الإنسان على جميع البشرية، فكيف الله عز وجل عقلا
لا يضع قانونا ينظم تلك البشرية التي هي الإنسان. دي النقطة الأولى. القوانين القوانين رسخت في العقول عقل الإنسان عندما خلقنا الله. رسخ القوانين في عقل الإنسان كي تكون تلقائيا مو تجمل كتاب مثلا. ماشي. أنت الآن تقول أن هناك قوانين رسخت في عقل الإنسان صح؟ إذن الإنسان لا يستطيع أن يمشي أو نترك الإنسان بدون قانون. كيف يعني؟ يعني هل من الممكن أن هذه البشرية تسير بدون قانون؟ هل من الممكن المرور يسير بدون قانون؟ السيارات تسير بدون قانون؟ لا ما يصير. تمام. إذن لابد من قانون يسير تلك السيارات، ولا بد ايضا من قانون يسير الانسان، لان احنا وضعنا هالقوانين وكذلك الله رسخ هذه القوانين. طيب انت وضعت القوانين ديت، انت بتقول نحن وضعنا تلك القوانين، ونحن نقول ان عندنا اله، وانت تعترف باله ان هذا الاله وضع تلك القوانين. فمن المفترض بقى انك تاتيني مثلا بقانون لا يتماشى مع الحياه البشريه او ظلم للحياه البشريه مثلا. صح كده؟ وإلا أنا أعطيك عشرات القوانين التي تنظم الحياة البشرية ويتقبلها كل عقل. ما هي؟ هي قوانين من القرآن الكريم. وكذلك سؤالي كيف نزل كتاب سماوي مرسل من الله؟ كيف نزل كتاب سماوي من الله عز وجل؟ أريد دليل يعني شيخ، ما أفهم وصفك يا، بس يعني أريد دليل إنه هذا كما أن الله عز... اسمعني بس، كما أن الله عز وجل أنبت الأشجار ووضع الأنهار وجعل الحيوانات على الأرض، وإلا فكيف أتت الحيوانات والأشجار والأنهار؟ خلقها الله. أنا والله عز وجل، والله عز وجل أرسل لنا القرآن، والإرسال أسهل من الخلق. شنو الدليل من هذا؟ الدليل موجود من عطتك الدليل. أنت قلت أن الله عز وجل خلق لنا الأنهار. هل الإرسال أسهل من الخلق أم الخلق أسهل من الإرسال؟ الاثنين تقريبا نفس الشيء. طيب الله عز وجل عندما أوحى للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، من الذي وضع هذه الفكرة أن تتخذ من الجبال بيوتا وقصة المعروفة بتاعت النحل؟ من؟ يعني كيف تستدل من الذي اوحى اليها؟ انا الشيخ ما اعتقد بكتاب كان يا باشا. انت تعتقد، انت براحتك تعتقد، اقعد في جنب زاويه مدوره اعتقد زي ما انت عايز. دليل ماكو يا شيخ. يا عم انت سبحان الله، هو انا يعني لازم اديك دليل ملموس؟ يعني اجيب لك سيدنا جبريل؟ اجيب لك سيدنا جبريل يكلمك يعني الآن؟ لو استنى بس، استنى، لو أحد الملاحدة، اسمعني بس، لو أحد الملاحدة يا أستاذ، لو أستاذ لو سمحت، لو أحد الملاحدة الآن دخل علينا في اتصال تليفوني وقال لك اثبت لي أن هذه الأنهار وهذه الأشجار من خلق الله، هتثبتها له إزاي؟ أنت تعتقد أنها من خلق الله، هتثبتها له إزاي؟ عندي عقل. وإحنا عندنا عقل. شكرا ليك. شكرا لك حبيبي، شكرا لك.